بسم الله ما شاء الله، ألف مبروك يا حبيبي، ألف مبروك. الحمد لله، تعبي ومجهولي ما راحوش بلاش. لا 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 يا عم أنس، طب حضرتك بس بتعيط ليه دلوقتي؟ بالفرحة بالفرحة يا حبيبي. ده أنا لما نجحت في مهمة في حرب الاستنزاف وقالوا لي إن القائد بتاعي هيكرمني بنفسه، قعدت أعيط 3 أيام. مش عايزني أعيط وأنا شايفك رايح تقابل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار. ربنا يخليك، ربنا يخليك لي يا رب يا عمي. الحمد لله الحمد لله يا رب. إنما قول لي بقى يا عم أنس بقى، إيه الشياكة دي يا عم؟ قوم طلع بقى لبس المناسبات. هو حضرتك خرجت النهارده ولا إيه؟ أيوه خرجت وقابلتها. إيه ده؟ قابلت مين؟ أشجان هانم؟ أيوه، وقعدت معاها في كازر وعنيل. كمان يا عمي؟ كمان، ده إحنا بقينا أشقية خالص. بس اوعى تكون ابنها شافكم. لا طمن، ما تقلقش، ده انا كنت حريص جدا. قول لي بقى، شفت لاميا النهارده؟ ايوه شفتها. وعملتوا ايه؟ والله ابدا يا عمي، واحنا رحنا الاهرامات وكلت معايا من السندوتشات اللي حضرتك عملتها ليا يعني، وكانت مبسوطه على الاخر لحد ما قلت لها الصراحه كلها. كويس. لا مش كويس، ما اصل انا قلت لها الصراحه من هنا، قامت بقى رمت الدبلة في وشي من هنا وزعلت واتقمصت وسابتني ومشيت. شفت بقى الصراحة يا عمي عملت ايه؟ كويس ان انت قلتلي، ده انا كنت هقول لأشجان هانم على الصراحة كلها، انا كمان كنت هقولها على سيد اخويا وعلى ميشو. لا بلاش دلوقتي خالص يا عمي، لحسن الكلام اللي حضرتك هتقوله ده ممكن يبوظ الموضوع كله. انت تستنى بس شوية، وهو بابا سيد اتجوز وميشو اديني بحاول معاه. سلامتك بالآه، تعبانة يا سيكا. ألف سلامة عشانك يا حبيبتي. لا لا امسكي نفسك، أمال زهقانة يا سيكا. طب معلش معلش، شوفي الواد فاطين فين. حاضر. يا جنبي. إيه خير يا بابا؟ في إيه؟ أنا سميرة هانم إيه عملت حادثة في جنبها ولا؟ اخرس إلا جنبي. سميرة هانم سمرتي حبيبتي حامل، وهتجيب لك أخ صغنن. إيه حامل صغنن؟ حامل إزاي يا بابا؟ وأخ صغنن أنتوا لحقتوا، أنتوا لحقتوا يا بابا. الله أكبر، انا تعبانه قوي مش قادره اطلع السلالم. اعمل ايه؟ مش طيب. قادره. طيب شيلني. اشيل. لا امال اعمل ايه؟ مش انت. امال مين؟ هو. ايه يا اختي؟ مش انت هو؟ مش هشيل حد انا يا اموره يا صغنططه. مش هتشيلني؟ مش هشيلك. مش هتشيلني؟ مش هشيلك. سيد ولا سيد ولا غير سيد، برضو مش هشيل حد. خش خش بسرعه بقى. ايه انت اللي شايله ولا انا اللي شايل؟ بالراحه. بيتك في ايه؟ انت بترمي معزه؟ انا معزه يا سيد؟ لا ما اقصدش يا حبيبتي، ما اقصدش. انا اقصد انك ترتاحي، ومن بكره ان شاء الله انا هدور لك على دادا تشوف طلباتك وتخدمك. دادا ايه يا بابا؟ دي عايزه ونش دي؟ ايه دادا؟ مش عايزه دادات، بكرههم بزهق منهم، انا عايزه هذا الكائن يخدمني. كائن ايه؟ كائن ايه؟ لا انا مدرس دراسات محترم وعندي مدرسه ودروس وابحاث. ما جاش حد بعد الظهر شيال. لا يا بابا، الكائن قال، الكائن قال. ده لا، اديني قلت لك انا عايزه ده. عملت ايه يا كيميا؟ عرفت تدخل لجنزيره المستشفى؟ فضلت في المستشفى مستني الفرصه لحد ما عرفت اسوق من الحراسه ودخلت له. وقلت له زي ما قلت لك؟ بلغته يا ملك، بس سيه طلب ضعف الفلوس، اصله خايف من ميشو. خايف من ميشو؟ انت قلت له ايه؟ انا قلت هاوده لحد ما اجي لك. جالها يا حتى انت جنزير الكلب طمعان فيا. اروح اخلص عليه يا معلم عشان تستريح. بس يا تذكرت الوحيد اللي باقي لنا. قلت يا ملك هنعمل ايه؟ مين اللي هياخد الفلوس؟ حديها لاخوه عطوه، وهو هيبلغه ان الفلوس وصلت. اديله الفلوس اللي هو عاوزها، مش خساره فيه. انا مستعد اعمل اي حاجه في الدنيا عشان اشفي غليلي في الوهلة ميشو ده. اتفضل يا باشا اتفضل. شرفتوا ادسوا. باذن الله. عموما اللي اتفقنا
عليه، اول ما هيحصل هبلغكم على طول. مع الف سلامه. مع السلامه. فريد بيه ما تنساش ميعادك كمان ساعه، ميعاد مهم جدا. حاضر حاضر. ها منيش، معلش اتاخرت عليك شويه. لا ولا يهمك يا باشا، خير. الجماعه اللي كنت بوصلهم دول مجموعه من رجال الاعمال بيعملوا مشروع كبير قوي في البلد، وفي سي دي عليه شويه اوراق مهمه وقع في ايد واحد من رجال الاعمال اللي هم ما يتسموش، اللي هم حاملين رساله الشرف والفضيله والامانه، يعني اخواننا البعده دول. والمطلوب السي دي ده صح؟ والمبلغ اللي انت عايزه. الناس دي مستعده تدفع اي حاجه تطلبها. انا مش هاخد فلوس يا فريد بيه، انا ليه طلب صغير بس كده عند حبايبنا الكبار. قصدك دي قصاد دي، وانا موافق. طلباتك ايه يا وحش؟ الحمد لله بقى فادي، كده يبقى خلصنا الباب ده كله. الحمد لله. الحمد لله. فادي انت فاهم كل حاجه؟ فاهم كل حاجه. مش عايز اي سؤال؟ كله تمام. يلا نبدا بقى في الباب اللي بعده. لا باب ايه يا مستر، حرام عليك، انا مش قدك، لا باب ولا شباك. ليه كده بس يا فادي؟ خلاص ملناش نصيب بقى في الباب اللي بعديه. يلا السلام عليكم، امشي انا بقى. لا لا استنى بس، تمشي ايه؟ انت لازم تيجي معايا النهارده. اجي معاك فين؟ هسهرك سهره جامده اخر حاجه، كمان صحابي نفسهم يشوفوك قوي. ما والله ما يعني هو لازم يعني السهره. اه لازم، بس يعني هنغير شويه تفاصيل، يعني كاجوال وير وحاجات كده يعني. بس بس فهمت كل حاجه، ان كان على الكاجوال ما تقلقش موجود. ابدا بسرعه قبل ما تصحى. هي مين دي اللي تصحى يا معلم؟ انت عندك ظروف؟ انا مش ناقصك كاستيشن. انت زفت في ايه؟ خبر وحش يا معلم، ميشو اتقبض عليه في المديريه، والظابط فؤاد كده شكله مش هيسيبه. يا نهار اسود، طب وعمليه الليل ايه الحظ ده؟ لا حصريا بقى يا معلم، خد الخبر ده. هات بسرعه. عارف ساره اللي ميشو مصاحبها اليومين دول ورايح جاي معاها دي، طلعت شغاله ايه؟ شغاله ايه؟ ظابط، ظابط بوليس. انا بعينيا دول شايفها في الميداليه وهي لابسه اللبس الميري. هي مين دي؟ اسكت يا ستيشن، ابوس ايدك تسكت. اسكت. خبر اسود ومنيل، يعني كان بتلعب عليه عشان توقعه؟ ادي اخر تمشي الحريق. سيكا انت فين يا سيكا؟ ايوه يا سمورتي جاي اهو. هي مين دي يا معلم اللي بتقول لك يا سيكا؟ امي، امي يا ستيشن، اصل انا حابسها جوه. ليه حابسها يا معلم؟ انت مالك يا سيدي؟ انا حر في امي. انت مالك؟ شيلوا من قدامي ده. يا خبر اسود ومنيل، اعمل ايه يا ربي في المصيبه دي؟ اعمل ايه في المصيبه دي؟ بقول لك يا معلم. نعم. ميشو كان قايل لي اقول لك. برافو عليك يا ميشو، هاتولي الفاطين دلوقتي اهو. وكما قال الفطير فطنطق، ليس خطأك ان تولد فقيرا، فطنطق شوفوا هنا كده، ولكنه خطأك ان تموت فقيرا. شوفوا كده كده، وانا بقول ليس خطأ ان تكون جاهلا. اتفقنا يا اولاد؟ اهو. ايه ده عم ستيشن؟ ايه انتوا، ايه اللي جابكوا؟ انتوا جيتوا هنا ازاي؟ جيتوا هنا ازاي؟ نطينا من على السور. بس يا ولد، بس يا احمد، بس مين دول؟ مين دول يا فطين؟ بس انت لسه هتسأل؟ اطلع بره، اطلع بره. ايه ده؟ بره دودي، كمل ورايا، اطلع بره. انا عايز افهم حاجه بس. اطلع بره، كمل يا دودي، كمل. عايزين ايه؟ مش احنا اللي عايزينك، ابوك اللي عايزك. واخوك ميشو محبوس. وطي صوتك يا عم ستيشن، وطي صوتك. بصوا اسبقوا انتوا وانا هحصلكم. يلا مع السلامه. حضره الناظر ادخلوا. تحب نثبته لك في اي حاجه؟ ادخلوا ثبتني. صباح الخير يا استاذ فطين. اهلا وسهلا. صباح النور يا فندم. اهلا وسهلا. ايه اللي موقفك بره الفصل؟ لا يا فندم، ما اصلي كان اكيد دي طريقه جديده من طرق التدريس، ما انت دايما متجدد ومتالق يا استاذ فطين. فعلا دي طريقه جديده من طرق الفطين في التدريس في ودي بقى طريقه اللي اخترعها بيل جيتس، وحضرتك طبعا عارف مين بيل جيتس. طيب يا استاذ فطين اتفضل انت على حصتك. اتفضل يا فندم.
مع الف سلامه يا فندم. بالتوفيق يا استاذ فطين. مع الف سلامه يا فندم. ده ايه الغول بتاع ربي؟ وكما قال جيفارا لابد احيانا من لزوم الصمت ليسمعنا الاخرين. ها فهمني؟ فهميلك يا دودي. لا يعني لا يا بابا، انا مال انا ومالي العمليات بتاعتكم. برافو عليك يا فطين، لا تستسلم، لا تستسلم، تماسك عند القهر. انس انا بحذرك يا انس، مالكش دعوه انت خالص، فاهم؟ ما تتدخلش بيني وبين ابني. اما انت يا حلو، عارف لو ما نفذتش اللي انا طالبه منك ده هعمل فيك ايه؟ عارف يا بابا عارف. حضرتك هتقوم بقى داخل جوه عندي وترميلي كل الكتب بتاعتي في الشارع. ارميها ارميها بابا وانا هبقى لمها. وانا هساعدك في لمها. ما يصحش كده يا استاذ انس. سيبه سيبه. اطمن، انا مش هرميها. هتولع فيها؟ ولع يا بابا ولع، انا هبقى طفيها. وانا هساعدك في اطفائها. وبعدين بقى الكتب دي كلها كمان في نافوخ انا في دماغي. ايوه وفي دماغي انا كمان. ما يصحش كده يا استاذ. قلت لك سيبه. انا مش واقف، انا واقف. يبقى انت تخرس خالص. اخرس بقى. اؤمر يا بابا اؤمر يا كبير. ريح نفسك يا اخويا. منك دي. انا مش هعمل حاجه من اللي في دماغكوا دي خالص. ربنا يخليك يا رب. هتعمل ايه يا بابا؟ هابر هعمل حاجه بسيطه، بسيطه خالص. هنزل من هنا على المدرسة اللي انت بتشتغل فيها عدل، اخش على الاذاعة المدرسية اللي انت بتحبها قوي دي، عارفها؟ ايوه بابا. وهروح واخد الميكروفون. لا يا بابا سيب الميكروفون. لا يا بابا سيب الميكروفون. وانت سيبه. طفيته طفيته طفيته. وانا ولعت ولعت. اه اشتغل. اوعى اوعى. وهقف في الشرفة وهقول حضرات التلاميذ المحترمين اسمعوني كويس، عارفين انا مين؟ طبعا مش عارفين. أنا هقول لكم أنا مين. أنا سيد الحاوي والد الأستاذ فطين ده بتاعكم مدرسكم. بشتغل إيه؟ الدكتور دكتور. كلنا في نفس واحد. بتشتغل إيه؟ بتشتغل إيه بابا دكتور؟ أنا هقول لكم بشتغل إيه. أنا حرامي حرامي ومش كده وبس، لا وميشو ابن التاني التوأم بتاع الأستاذ فطين مرمي في السجن. كان معكم سيد الحاوي الحرامي. الحرامي خلاص بقى خلاص بقى حرامي. خلاص بقى بابا وهون عليك تنبلك برضو يا بابا. ابني تسمع كلامي وتنفذه ولو على رقبتك، فاهم؟ حرام عليك يا سيد. أنس عارف يا أنس لو مسكتش راح أعمل إيه؟ هخرج من المدرسة عدل على فيلا أشجان هاني. عارف أشجان هاني مأنوس حبيبتي القلب، وهخش عليها وأقول لها يا هانم بكل فخر أنا حرامي. ومش هقول لها هي بس، لا هقول لي كمان ابنها الأستاذ فهمي اللي هو أساسا أساسا مش طايقك ومش موافق. قادر وتعملها يا سيد. طب ومعادي مع سيادة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ده بكرة الصبح أعمل فيه إيه؟ كما قال أحد المقهورين، يوجد دائما من هو أشقى منك فابتسم واصبر فإن مع العسر تيسير وكل أمر له وقت وتدبير. يعني موافق ولا انزل دلوقتي ابات في المدرسه؟ موافق يا بابا. انت بقى عايزنا بطل سر. الله عليك يا ابو السيد يا جميل يا فهمني. وعاوزني اشتغل في محل الورد وبس. ولو مش عايز يا بابا تشتغل براحتك يا بابا، انا ممكن انا انزل اشتغل مكانك وحضرتك تقعد هنا في البيت معزز مكرم. ألا احنا عندنا كام ابو السيد يعني؟ ومصاحبني اليومين دول على الاخر عشان تتوبني
وايه؟ كل يوم تجيب اسناني وموز، تقولش يا جدع حتاه بقرد. لا يا بابا، وانا النهارده ايه جايب لك ايه معايا؟ كباب وكفته. انت نسيت ولا ايه؟ يعني انا مروقك على الاخر اهو يا صاحبي. لا بصراحه ربنا يا صاحبي مروقني مروقني. انا كمان عمال اسال نفسي اقول الله يا ابو سيد، هو الواد فاطين ماله؟ الله، الواد فاطين لغوته اتغيرت خالص وما بقاش معقد ولا بيكلمني نحوي زي زمان. كنت بقرب منك يا ابو السيد علشان ادحلبك. ايوه، علشان اعرف اقنعك وتثق فيا. والحمد لله خطتي ايه؟ مشيت زي السكينه في الحلاوه. ايوه. وانت اتدحلبت على الاخر يا ابو السيد. اه بصراحه. اه لا، وانت دلوقتي منتظر مني ان انا اتوب واجري جري اترمي في حضنك ودمعتي تفر من عينيا اقعد انهنى وانا في حضنك انهنى انهنى، وانت تطبطب عليا وتقول لي خلاص ما تعملش في نفسك كده يا بابا انا سامحتك. مش للدرجه دي يا بابا، لا، انا لا يمكن اسمح لنفسي ان اشوف دمعه حضرتك بتنزل قدامي. انا علشان كده يا بابا ممكن اغمض عيني وحضرتك بقى تقعد تعيط وتنهني وتدمع براحتك. او بص يا بابا، ممكن حضرتك يعني افتح عيني وحضرتك تدخل اوضتك تعيط او تدخل الحمام تعيط. وطبعا عمك انس عارف كل حاجه. طبعا يا بابا. امال فلوس الاكل والشرب اللي انا بجيبها لحضرتك دي منين؟ ما هي منه. لا لا، ده انت مظبط وواثق من نفسك قوي. هو بص يا بابا، انا في الاول يعني بصراحه ما كنتش واثق يعني، بس بصراحه حضرتك اللي اديتني الثقه دي. تخيل يا بابا، حضرتك طلعت طيب وعلى نياتك وبتتدحلب بسرعه قوي قوي قوي. بابا بس حضرتك ما قلتليش انت مربطني في الكرسي ليه؟ لا، ما دي اساس الصحوبيه، الصاحب لازم يظبط ويربط صاحبه ويسيبه ويدخل ينام، بس قبل ما ينام يقول له ايه؟ ايه؟ تصبح على خير يا فاطين. وحضرتك من اهل الخير يا بابا يا صاحبي. بابا بابا، حضرتك ما قلتليش بقى هتبطل سرقه امتى بقى؟ لما تشوف حاله مت ودنك. الله عليك يا بابا، الله عليك وعلى هزارك. اصحاب بقى وبيهزروا بقى مع بعض. ميشو، كويس انك جيت علشان افرحك. لا انا فرحان على الاخر. مش ابوك هيبطل سرقه؟ هو اللي قالك؟ لا انا اللي قلت له، واديني بقول لك اهو. وقالك ايه؟ قال لي لما تشوف حاله مت ودنك، وسابني ودخل ينام. يبقى بالظبط زي ما هو قال لك، تصبح على خير. انت من اهل الخير يا ميشو يا حبيبي. يا سلام، الهي يا رب تتوب انت كمان يا ميشو زي بابا. يعني انا لو ما كنتش طلعت فكيتك كان زمانك مربوط لحد دلوقتي. بس انا برضه لسه متفائل وعندي امل يا عم. اللي عمله فيك ده عمله معايا قبل كده، ده مفيش منه فايده. يا عم ده كان بيهزر معايا، انا عارف. ده بابا ده طلع طيب خالص وانا لسه عندي امل، وكمان لسه في ميشو. طب تعالى افطر معايا. لا معلش بقى، عشان انا اتاخرت النهارده عن المدرسه. سلام عليكم يا عم. مع السلامه حبيبي. عم انس، عم انس، عم انس، بقول لحضرتك ايه، اوعى تقول لبابا ان حضرتك اللي فكتني لحسن يزعل. صباح الخير يا استاذ فاطين. صباح الخير افندم. ما قلتليش يعني هتاجي تاني؟ مش جاي. عباي كانك زعلان يعني من اللي حصل سابق يا استاذ فاطين. دول عيله صغيره، هتاخد برضيك على عجل العيال. عيله صغيره؟ انت عارف يا جعيد العيله الصغيره دولت بقى وروني السواد في عز الظهر وانا خلاص من هنا ورايح، مفيش دروس خصوصيه. لا استاذ فاطين. ولا يا استاذ فاطين ولا يا مستر فاطين، مع السلامه. فاطين. كلام يا ازيك يا لميا؟ على فكره يا لميا، انا كنت عارف ومتاكد ان انت يعني هتيجي الصبح علشان تصالحيني، صح؟ مش مشكلتي. اسمع، انت مش قلت لي قبل كده ان ما عندكش مانع انك تدي دروس خصوصيه، بغض النظر طبعا مبادئك الكريمه انك مش عايز فلوس. ياه، اخيرا فهمتيني يا لمياء يا حبيبتي. طب اسمع، انا اتفقت لك على كام درس خصوصي كده لكام طالب بس من بره المدرسه، عشان ما يبقاش عندك حجه. كل اللي عليك انت تدي الدروس وانا اخد الفلوس. قلت ايه؟
لو كان كده ماشي. طيب اعمل حسابك ان اول درس هتديه النهارده بعد المدرسه. النهارده؟ النهارده يا فاطين. لو كان كده ماشي. ايوه يا اللي بتخبط ملك بالصرب عليا، انا ما اعرفش اقعد في البيت ده دقيقه واحده. ازعاج. السلام عليكم. انت مين؟ حضرتك انا مدرس الجديد اللي جاي ان شاء الله علشان يدي. خلاص عرفنا، خش جوه على السفره، اقعد يلا، خش على مناديلك الواد الصايع. صايع؟ ما تقفش تتنح لي كده، خش. ايه ده؟ انت واد يا جاف؟ ايوه يا ماما. تعالى يا اخوي، تعالى يا فرح المدرس الجديد كده، تعالى. حضرتك بلاش تعمليه بالاسلوب ده من فضلك. اسكت يا اخويا، انت ما تعرفش حاجه اصلا، ده فاشل وصايع ورمه. ما ينفعش الكلام ده قدام الولد خالص. لا ممكن بقى حضرتك تسيبينا دلوقتي علشان اديله الدرس؟ خش يا اخويا، اشبع بيه يا اخويا، وخده يلا انت وهو. ده ايه ده؟ ايه ده؟ ده حبيبي، استغفر الله العظيم يا رب. ها قول لي بقى حبيبي اسمك ايه؟ اسمه الزفت حمادة على دماغه ودماغي. يا ست ام زفت، قصدي يا ست ام حمادة، لو سمحت بقى ارجوكي بقى، لو سمحت عيب. ها قول لي يا حبيبي، انت ايه اللي في المنهج انت مش فاهمه بالظبط؟ هو بيفهم ولا عمره هيفهم في يومه؟ ده مغلبنا الصايع الضايع الرجل. يا ست ارجوكي بقى لو سمحت بقى، عايز اتكلم. ده ايه الغلب ده يا ربي؟ اتكلم يا اخويا، اتكلم على راحتك. ما بناخدش منكم غير المدرسين، غير الرطاطه، وعلى قله فايده. قول لي بقى يا حماده، انا عايز اسمعك، ما تخافش. ما تقلقش يا حبيبي، بص انا عايزك تثق فيا ونبقى اصحاب. ماشي؟ ماشي. دلوقتي نطقت يا صايع يا ضايع يا رمه. يا ست ام حماده بقى ارجوكي، ابوس ايدك، اسكتي بقى، عيب. قال لها دماغي صدعت ودني وجعتني. يا ساتر عليكي، اسكتي. ما تتكلم يا خال، ما انتوا على طول ما فيكوش في بقكوا غير اللي هو لطلطه لطلطه لطلطه، وفي الاخر على قله فايده وعايده. من هنا ورايح اللي هيلم نفسه ويمشي عدل هنساله كل اللي فات وافتح معاه صفحه جديده. انما اللي هيسوق بقى في الهبل ويفتكر نفسه صايع مش هرحمه. فاهمين ولا لا؟ خدوه. بصراحه فاضي انت مش عاجبني، وانا جاي انبهك انك بقيت عصبي قوي اليومين دول. هي دي طريقتي يا عمر ومش هغيرها. اتفضل اقعد. المهم النتيجه في الاخر. قول لي اخبار ساره ايه؟ حضره الضابط ساره بنت عمك، انت اللي بتسالني عليها؟ مش انت اللي مقتنع بوجهه نظرها وبتساعدها كمان؟ ما هو مصرف فؤاد، سيبها يمكن تنجح. مش هتنجح. انت بتقول كده عشان اختارت الواد اللي اسمه ميشو نموذج للرساله بتاعتها. قول لي صحيح، انت قدمت طلب نقلك للمباحث في المديريه؟ ايوه. انت عارف الشغل هنا قليل قوي، انت عارفني بحب الشغل قد ايه. امال ليه انا حاسس كده انك قدمت طلب نقلك ده عشان تعرف تتعامل مع ميشو براحتك؟ تبقى مش هتشيله من دماغك يا فؤاد. مش قبل ما اسلمه بنفسي. جاي ليه يا ميشو؟ الصورة خلصت؟ ايوه خلصت. ستيشن تاخدها منه وزي ما فهمتك. تمام يا ميشو. وانت تجهز نفسك عقبال ما اجيلك، ها؟ علشان عايزك معايا في مشوار. لا مش هجهز ومش خارج معاك. ساعة زمن مش هتأخر، سلام. مش خارج ومش رايح مشاوير يا ميشو، ايه؟ وانت واقف بتعمل ايه انت كمان؟ الصورة يا استاذ انس. خش خدها من جوه. طب يا استاذ انس مش هتصورني صورة كده؟ لما تبقى تفهم الاول. يبقى انت بتقفلها في وشي. يا ابن الايه يا انتيكا؟ دي زي اللي في الصورة بالظبط. لا بتفهم. سامحني يا بطيني. سامحني يا الفايدو، غصبين عني. انت مش كنت بتقولي انه مات؟ عايزه يسامحك ازاي بقى؟ الحمد لله انه مات عشان ما يشوفش شغله وهو بيتسرق. سامحني يا بغبيبي. لا بس برافو عليك يا انتيك، طلعت شاطر ولد. خد بقى حقك. انا مش عايز فلوس،
مش عايز فلوس يا مشو، انا عايز شغلي اللي بتهددت بيه. ماشي حقك برضه، مش قادر اقول لك حاجه. ادي شغلك يا انتيكا، ال 100 يورو وال 100 جنيه وال 100 دولار بس. خلاص اهم كده بقى انتيكا، فاضل لك ورقتين. طلعت شاطر يا حلو زي النهارده كده، هيتقطعوا هما كمان. سامحني يا بحبيبي. انا بقول لك انتيكا، لو اي حد شاف التحفه دي بس يكون بيفهم في الانتيكات يعني، هيعرف انها تقليد. لو باربيني نفسه شافها مش هيقدر يدعي انها مش بتاعته. سامحني يا باربيني. وكما قال لاو تسي، الذي يعرف الاخرين حكيم، والذي يعرف نفسه مستنير. مفهوم يا حماده؟ مفهوم يا مستر. برافو عليك. اهو ده اللي انت فالح فيه يا اخويا. لا يا ضايع. لا انا كده بقى مش هسكت. دخل الحاجات دي جوه، وبكره الصبح ابقى تعدي عليا عشان هنروح المزرعه. فين الخروف؟ فين الجحش اللي انا هخلي عيشته طين؟ ده يطلع مين ده كمان؟ هو كله هنا بيزعق وخلاص؟ في ايه؟ انا عبد كفته. وانا مالي انا اذا كنت كفته ولا حتى سجق؟ في حد يدخل كده؟ في حاجه اسمها سلام عليكم؟ انا عبد كفته صاحب البيت اللي انت فيه ده. الله وبعدين انت تطلع مين يا جرع؟ فطين كفته، قصدي فطين سيد حسان مدرس الدراسات. اهلا باللي نايبنا. كل يوم دروس خصوصيه بالشيء الفلاني، والمعروس اتاريه بيهرب من المدرسه ما بيروحش، واخر السنه كحك كحك كحك. ده انا هخلي عيشتك سودا. ادي الكرباك يا وليه. حاضر يا معلم. الحال يا حسن الفطين؟ ما تخافش يا حبيبي، اللي هيقرب من الولد انا اللي هقفله. هي ايه سايبه؟ اسمع، انت هتاكلني الاوانطه قدام الواد ده؟ ما هو انت وغيرك اللي معصيين العيال عشان يجوا ياخدوا الفلوس ويخلعوا. ما اسمح لكش حضرتك، ما اسمح لكش. مهنه التدريس دي مهنه عظيمه، دي مهنه الشرفاء حضرتك. وبعدين مش اي مدرس يعني بيبقى هدفه الفلوس ابدا. انت هتبلفني بالكلمتين دول يا ولا؟ الكرباج يا معلم. وانا ما بتهددش، ولو عايز تضرب اضرب، ما هي مش هتبقى اول مره ولا هتبقى اخر مره. بس يكون في معلوم حضرتك ان ذنب الولد ده هيبقى في رقبه حضرتك. وعلى فكره ابنكم ده مش محتاج دروس ولا حاجه، بالعكس ده ذكي وشاطر جدا. هو كل اللي محتاجه منكم حب وثقه وتفاهم، مش كله زعيق كده وشخط ونطر. اقعد معاه، شغل له مزيكا، اعمل معاه حوار. انتوا لسه هتتنحوا؟ ايوه يا معلم، ما تبصليش كده. صاحبه هات لب وسداني وفاكهه واقعد اتكلم معاه وهو هيفضفض لك. صدقني اسالني انا. وانت كمان يا معلمه، يعني عايزك يعني شويه حنيه، مش كله ضرب واهانه وزعيق كده اهو. والكرباج يا معلم ايه ده؟ انا بقالي هنا ساعه واحده بس وخلاص صدعت ونفسيتي تعبت. امال الولد الغلبان ده يعمل ايه معاكم اللي عايش معاكم ليل نهار؟ ما هو من حقه يتعقد ويبقى شكله كده اهو، حرام عليكم. والله كلامك مظبوط يا استاذ، اتفضل كمل الدرس. انا خلاص خلصت الدرس بتاعي، كملوا انتوا بقى الدرس اللي عليكم. وانت يا حماده حبيبي لو عوزت اي حاجه مني، ها ابقى كلمني في الرقم اللي انا اديتهولك. ذاكر يا ابني، ربنا يكرمك. اعملي له مزيكا يا وليه.